أوراس تي في قريبا على شاشتكم. تحت شعار وعينا يحمينا وفي إطار محاربة انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، قامت جمعية الخوارزمي ببلدية تمالوس وبالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية بعملية تعقيم وتطهير شملت أحياء وشوارع المدينة. حكمة طالما أثارت اهتمامي تقول بأنه إن لم تعمل حسابك لما هو بعيد منك ستندم عندما يكون قريبا منك. في إطار هذه الحكمة والحملة هذه تحت شعار الوقاية خير من العلاج، بعد ما شفنا الوباء هذا تفشى في العالم وأصاب حتى البلد تاعنا الجزائر، قررنا أنه نكون سباقين للقضية تاع النظافة، لأن النظافة هي أساس الصحة في الأصل. في الحقيقة احنا دينا فيها حوالي 3 أيام متتالية وإن شاء الله العملية لقات استحسان كبير من المواطنين. اليوم خصصنا المستشفى والشارع اللي تحته ومقدمين إن شاء الله البريد تاعنا، البريد المواصلات والماترنيتي. المبادرة لاقت استحسان الكثير، والتي عبر من خلالها المشاركون في الحملة عن مدى وحدة المجتمع المدني، خاصة وأن السلطات المعنية غائبة عن الميدان. وإحنا كمواطنين رانا هنا نعاونوهم ونقفوا وقفة رجل واحد، وبربي إن شاء الله نحاولوا على الأقل التقليل والتنقيص كما نقولوا من الخطورة تاع المرض هذا. نتمنى أنها تكون بادرة خير وتتواصل القضية هذه حتى من بعد إن شاء الله، حتى ولو نقضيوا على الكورونا نبقاو إن شاء الله نواصلوا الجهود من أجل التنمية. ولما لا نبني دولة قوية مثل ألمانيا أو اليابان مثلا أو أمريكا أو الصين.